ننتقل إلى معرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة مع الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. إليك عوض. تحياتي إنجي، نحن هنا في فرع من 151 فرع من أهلا رمضان. هذه المنافذ التي دشنتها الحكومة المصرية في الأيام الماضية وستستمر حتى رمضان القادم إن شاء الله، وهو ما يعني نحن نتحدث تقريبا عن 100 يوم ستستمر فعالية تلك المعارض، مما يعني بأن هناك تخفيضا كبيرا سيتم في الأسواق. على الأقل نتحدث هنا عن توازن كبير سيحدث في الأسواق في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت في عدد كبير من الأسواق العالمية. هذا المعرض الذي نحن به الآن افتتحه السيد رئيس الوزراء مؤخرا وتم تحت رعايته بحضور عدد كبير من الوزراء، وهذه المبادرة هي مبادرة رئاسية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف خلق التوازن في الأسواق وتوفير السلع الرئيسية والاستراتيجية التي تتطلبها كل بيت في مصر. الطموح يصل قبل مغادرة هذا الشهر إنجي أن نصل إلى نحو 200 معرض من معارض أهل رمضان في كل ربوع الجمهورية، ونتحدث هنا عن نحو 18 محافظة وصل إليها هذه المعارض، بتقريبا ما بين من 4 إلى 5 معارض في كل محافظة. في هذا المكان حيث نحن متواجد هو حي فيصل، تعلمين بأن حي فيصل هو أحد الأحياء هنا في محافظة الجيزة الذي يتميز به الازدحام، وربما تعكس الصورة خلفي منذ أن وصلنا هنا هناك ازدحاما شديدا على كل الفروع هنا في هذا المكان. أسمع الآن الإذاعة الداخلية داخل هذا المعرض تنوه على العارضين أن يقوموا بتعليق قائمة بأسعار البيع في كل مكان حيث يعرضون هذه البضائع، حتى يصل المستهلك أو المواطن هنا فيرى ما بداخل كل معرض وكذلك الأسعار حرفيا. إحدى أهم المعارض التي يتم الإقبال عليها بشكل ملحوظ للغاية هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وزارة الزراعة. تعلمين أن وزارة الزراعة تنتج عدد كبير أو لديها عدد كبير من الفروع في كل أنحاء الجمهورية، وبالتالي تلعب دورا كبيرا في توفير السلع الاستهلاكية المهمة كالبيض كالدواجن كاللحوم وغيرها من الخضروات والفاكهة وما إلى ذلك. وكان هناك تصريح لوزير الزراعة يتحدث عن مشاركة فعالة ومهمة للغاية لوزارة الزراعة هنا في هذه المعارض مع بقاء المنافس خارج هذه المعارد في كل أنحاء الجمهورية، وهي متواجدة بالفعل. هذه المعارض تتم بالتنسيق بين أكثر من جهة، بالدرجة الأولى اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات المصرية، وزارة التموين، بالإضافة إلى المحافظة. كل محافظة منوط بها أن توفر قطعة أرض كبيرة تتوفر أو يتم من خلالها تدشين أو إقامة هذا المعرض بمساحات كبيرة للغاية، مع العلم أن هناك منافذ أخرى هي مستمرة وستبقى مستمرة مثل كلنا واحد، وهي مبادرة تابعة لوزارة الداخلية ستبقى مستمرة حتى نهاية شهر يناير، ربما يتم التجديد لها بعد نهاية يناير، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة وكذلك السيارات المتنقلة. وجب التنويه أن لأول مرة معارض أهلا رمضان تصل إلى القرى وإلى النجوع، حسب توصيف وزير التموين الذي أكد بأن حتى القرى والنجوع سيصل إليها هذه المنافذ أهلا رمضان، والتي كما كنا نتحدث منذ قليل ستستمر لنحو 100 يوم، هو ما سيخلق توازن فعلي في الأسواق. لكن يبقى أمر آخر هو الذي أحدث وسيزيد من هذا التوازن في الأسواق، والإفراجات الجمركية الكبيرة التي أفرجت عنها الدولة المصرية في المواني من ميناء دمياط إلى الإسكندرية إلى العين السخنة بنحو 14 مليار دولار حسب توصيف رئيس الوزراء في مؤتمر الأخير أول أمس، والباقي في الطريق، وإن كان ما تبقى هو قليل للغاية. ستعود حركة الاستيراد كما كانت مع توفير العملة الصعبة لكل المستوردين من كل أنحاء العالم، فبالتالي هذا أحدث توازن كبير للغاية. لكن ما علاقة ذلك بالسلع الغذائية بالدرجة الأولى؟ لأن هناك مكونات مهمة تدخل في عملية التصنيع الغذائي أيضا دخلت خلال الأيام الماضية، حتى أسعار الجملة إنجي حدث عليها توازن كبير. احنا ما نتحدث عن طن فول، الفول البلدي وصل التخفيض به الى نحو 5000، والعدس الى 7000، وفول الصويا ب 1200 جنيه، وهو بالمناسبه هو احدى اهم المدخلات المهمه التي تدخل في الصناعات الخاصه بالمنتجات الخاصه بالدواجن والاعلاف عموما. يعني كل ذلك سيحدث توازن فعلي وحقيقي. يبقى التوجيه ايضا والتنويه ان كل مواطن سيحصل على اي سلعه استهلاكيه من هذه المعارض يحظر عليها البيع في خارج هذه المعارض، لأن التخفيض عليها يصل إلى نحو 30%، ومكتوب
ومختوم على هذه السلع بختم انها معارض اهلا رمضان، والتخفيضات كما كان يتحدث الزملاء خلال هذه الجوله يصل بعضها الى نحو 30%. هذا هو مجمل المشهد هنا في هذا المعرض، معرض اهل رمضان بمحافظه الجيزه وبالاحرى في شارع فيصل، الذي يمثل تجسيدا عمليا لدور الدوله وفعاليه الدوله في التعامل مع ارتفاع الاسعار وخلق التوازن في ما بين المستهلك وما بين البائع، مع العلم بان هناك ايضا مجمعات استهلاكيه بعشرات الفروع في كل المحافظات المصريه من الاهرام الى النيل الى اسكندريه الى الجيزه الى القاهره، وهذه المسميات المختلفه هي احدى اهم مؤسسات الدوله التابعه للشركه القابضه للسلع الغذائيه، والتي يصل راس مالها الى عشرات المليارات من الجنيهات. مهمتها الاساسيه هي خلق هذا التوازن الكبير في السلع، وهناك مبادرات مؤكد ستكون في الطريق. الهدف الأسمى من المستفيد الأعظم من كل هذه المبادرات التي تتم تحت رعاية سيادة الرئيس هو المواطن المصري. عودة لك إنش. شكرا جزيلا، الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز حدثنا من محافظة الجيزة.